سويلة مراسلنا من شمال سيناء أشرف، برحب بيك. آخر التفاصيل والتطورات عندك من نشاط القوات المسلحة في مواجهة الإرهابيين والعمليات العسكرية من ناحية، وأيضا في الإجلاء الطوعي المؤقت للمواطنين على الشريط الحدودي، تفضل. طبعا احنا اتكلمنا امبارح شريف في مقتل 4 عناصر تكفيريه، 2 منهم من قيادات انصار بيت المقدس في اشتباكات جرت في مدينه بئر العبد خلال هروبهم من منطقه العمليات للاختباء في اقصى اطراف محافظه شمال سيناء في المنطقه الامنه. ايضا احبطت قوات الجيش والشرطه عمليه هجوم على ميدان كمين الميدان على مدخل مدينه العريش امس، علاوه على قصف الاباتشي مساء امس لمعاقل ارهابيه عديده. واليوم بدات القوات المسلحة صباح اليوم في حملة عسكرية مكبرة بمدينة الشيخ سويد، وما زالت الحملة مستمرة برية وجوية. ده بالنسبة للعمليات العسكرية. طبعا قوات الانتشار السريع والساقة ما زالت بتتوالى وتتوافد وصولها على محافظة شمال سيناء. اليوم أيضا وصلت دفعة من الجنود والمعدات والآليات، يعني في حسم وجدية من القوات المسلحة لإنهاء الأمر وحصار وتكثيف التواجد العسكري بشكل أكبر في المناطق الخلاء والمناطق الجبلية الوعرة في المنطقة. بالنسبة لشريف الحدودي شريف، طبعا اليوم أمس كان في 42 منزل تم إخلاءهم بالفعل، واليوم يعني من الصباح حتى اللحظة التي نتحدث فيها 30 منزل في منطقة صلاح الدين الحدودية، يعني احنا بنتكلم في 72 منزل تم إخلاءهم صباح اليوم. طبعا الإحصائية الخاصة بمجلس مدينة رفح إجمالي عدد المنازل التي تم إحصائها بشكل دقيق جدا هي تبلغ 802 منزل، بينهم 78 منزل سبق تفجيرهم بسبب ضبط أنفاق بداخلها. إذن إجمالي المنازل التي سيتم إخلاءها على الشريط الحدودي والتي سيتم صرف تعويضات لأصحابها بواقع 724 منزلا، يقطنها حوالي 1156 أسرة. بدأت بالفعل لجنة صرف التعويضات في مجلس مدينة رفح في تلقي أسماء المواطنين الذين أخذوا منازلهم لصرف التعويضات لهم الخاصة بمنازلهم. إذا كان بيت منزل مبني بالخرسانة هيكون مقابل المتر الواحد في منزله 1200 جنيه، وإذا كان مبني بالطوب عادي هيكون 700 جنيها للمقابل المتر، وطبعا هيكون في 300 جنيها من الدولة منحة لهم على مدار 3 شهور حتى يتدبروا أمرهم. طبعا البعض منهم له مساكن بديلة، البعض منهم بتصرف في مساكن إيجار، ولكن على أي حال الموقف ككل في صالح الدولة، وهم متفهمين طبعا سكان المنطقة الحدودية إلى الأمر أن إخلاء المنطقة الحدودية هيكون انتصار عظيم جدا جدا للدولة المصرية في إنهاء صراع طويل مع الأنفاق بعد يعني من منذ 2007، يعني بعد الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة ظهرت هذه الظاهرة، وطبعا العمليات الإرهابية التي جرت في سيناء بسبب الأنفاق. في نقطة مهمة جدا شريف عايزين نركز عليها النهاردة، إن في فيديو تم بثه على قناة على موقع فلسطيني اسمه فلسطين أونلاين، وموقع آخر هم مواقع محسوبة لحركة حماس، موقع يدعى شبكة الحكمة، في فيديو مفبرك لجنود مصريين يقومون بتعذيب 2 من البدو. طبعا هذا الفيديو أمس بدأت القوات المسلحة في عرضه على كافة المعسكرات الموجودة للقوات المسلحة في رفح والشيخ زويد لمطابقة الأوصاف الأشخاص الموجودين في الفيديو، حوالي 14 شخص أو 15 شخص بينهم مجند بلحية، وطبعا دي ثغرة خطأ من عندهم في الفبركة، وبعض مجندين يرتدون بدل البيادة يعني شبشب يعني مش عارف أسميه إزاي، وأيضا موجود أيضا في خلفية الصورة بعض البدو، وطبعا ما فيش معسكر موجود بداخله هذه الاوصاف. ونفت القوات المسلحه هذا الفيديو تماما، وهو جاي بيتبث في توقيت اخلاء الشريط الحدودي، لان مساله اخلاء الشريط الحدودي سببت نوع من الجنون والصدمه لدى اطراف عديده. وطبعا في بعض الاصوات القليله جدا بتعترض على اخلاء الحدود، وده احنا بنسميه تواطؤ طبعا، لان اصحاب البيوت الموجوده على الحدود موافقين ويعني متفهمين للامر، لان صدمه تمام يا اشرف. انا عايز بس اتوقف معاك عند النقطه بتاعه المنازل اللي تم اخلاءها، هي تم اخلاءها ولا كانت بالفعل اصلا هذه المنازل غير مأهوله بالسكان نظرا لوجود انفاق تحتها، او ثبت وجود انفاق تحتها اللي هم ال 78 او ال 72؟
ال 78 منزل تم تفجيرهم في وقت سابق من بعد ثورة 30 يونيو حتى الآن. لكن لحد دلوقتي لسه ما تمش إجلاء مؤقت لأي حد. لا، تم إجلاء بالفعل 72 منزل. يعني عايز أسألك تاني معلش، ال 72 منزل اللي تم إجلائهم غير ال 78 اللي بعد ثورة 30 يونيو اللي تم ضبط فيهم أنفاق. ال 78 منزل التي تبدت فيها أنفاق تم تفجيرها، يعني مش تم تفجيرها. تمام، أوكي. تمام، لكن المساكن الأخرى المأهولة بالسكان بدأت بالفعل أخلت عدد كبير منها، ويمكن على يمكن. طيب تاني يا أشرف، المتر للخرسان 1200 جنيه. نعم، والمتر المبنى العادي اللي مش خرساني 700 جنيه، وطبعا لسه في كلام على الأراضي الزراعية، وطبعا في ميزانية ضخمة مرصودة للناس، والناس هتاخد أكتر من حقها بإذن الله، وطبعا القوات المسلحة بترسل لهم كل التقدير والاحترام على تفهمهم للوضع وإخلاءهم للشريط الحدودي، لأن ده مكسب كبير جدا جدا. والناس قبضت فلوسها فعلا، بدأت بالفعل إن هي تقبض؟ يعني لسه في تسجيل الأسماء، وبعد كده اللي هيتم صرف تعويضات يمكن في غضون 48 ساعة لمن أخلى، لمن ترك منزله بالفعل. التعويضات ديت محطوط ليها رقم محدد؟ شريف، يعني ما بقول لك ميزانيه ضخمه جدا جدا، يعني انا اعتقد ان هي بملايين الجنيهات، لكن انا يعني في المره القادمه هحاول اجيب لك الرقم باذن الله. انا بشكرك شكرا جزيلا مراسلنا اشرف سويلم على كل التفاصيل حتى هذه اللحظه.